طيب، من حالة الجو بقى نروح لحالة المرور، ومعانا الملازم أول أشرف عبد المطلب، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. أهلا بيك، وعايزين نطمن على حالة المرور النهاردة في القاهرة، أخبارها إيه؟ هو طبعا النهاردة طبعا في فرق كبير عن أمس. طبعا أنا عندي بالنسبة للظروف الصباحية الحمد لله في انفراجة وكثافة متوسطة، والسيولة الحمد لله في الحركة المرية على كافة المحاور الرئيسية على مستوى المدينة جميعها، سواء كان عندنا عربية عطلانة في فتح الوصل اللي جاي من مناطق مدينة نصر تجاه مناطق الجيزة، نتج عنها بعد الكثافة البسيطة وتم نساوي كامل ساعة الكثافة النشئة. كان عندنا مصادمة أخرى في محور العروبة مع العروبة ويوسف عباس اللي جاي من مناطق المطار اتجاه صلاح سالم، والسيارة تم استخدامها في سيارة أخرى تم توصل الجزيرة الوسطى وتم فعلا الانتهاء منها من لحظات وتم سحب الكثافة والأمور طبيعية والحمد لله. طيب، محور على مستوى المدينة الحمد لله هي الكثافة المتوسطة وانفراجة وسهولة في الحركة المرورية ومن عدم أي تجمعات طبعا أمطار أو أي شيء، الأمور طبيعية تمام. طب سيادة الملازم، كان أستاذ وحيد سعودي معانا دلوقتي وبيقول إن في بعض سقوط الأمطار على القاهرة اليومين الجايين، يعني يوم الثلاث والأربع. طيب، هل أنتوا كالإدارة العامة للمرور واخدين احتياطاتكم؟ هل في مثلا مجهزين أماكن تقولوا للناس أماكن بديلة، موقفين مثلا ناس في أمناء شرطة أو عساكر أو ضباط علشان يسهلوا حركة السير في الشوارع؟ هو طبعا يعني بنبقى في اختار طبعا معلوم لحضرتك في حاله وجود طبعا اي امطار او اي شيء غير عادي بننسق فعلا ونجهز الخدمات من الصباح الباكر ونعزز الخدمات فعلا وبنتابع من خلال الكاميرات ومراقبتها، ولو في اي تراكمات مياه او شيء اي شيء طبعا بننسق مع عمليات المحافظه ومع الانقاذ ومع الجهات المسؤوله كلها بحيث نوجه اقرب سيارات شرط للتعامل مع البلاغات او تجمعات المياه، والتنسيق ده بيبقى قائم ومستمر وبصفه خاصه من قبلها يعني بوقت كافي وبنعين الخدمات ونعززها من الصباح الباكر. لان للاسف احنا عندنا هنا لما بيحصل مطر الدنيا كلها بتقف، يعني كوبري اكتوبر بيبقى واقف، الدائري واقف، ما بنبقاش عارفين، ودول يمكن اهم الطرق الرئيسيه في مصر، فمش عايزين الدنيا تقف. يعني امبارح زمايلنا هنا في صباح الورد اتاخروا بسبب ان الطرق كانت امبارح كلها مقفوله بسبب المطر. لا، كمان الى جانب الحوادث اللي بتحصل في الطرق، يعني ممكن حد يبقى ماشي بسرعه عاديه جدا يخبط في اللي قدامه، او يعني بتحصل مشاكل كتير جدا لان احنا بنبقى مش عارفين نحل المشكله دي، ولكن اعتقد ان حلها بسيط. هو طبعا حضرتك طبعا انت عارفه ان سقوط الامطار بتخلي العربيات طبعا بتمشي ببطء فبيحصل تاخير في الحركه المروريه. الحركه المروريه وامبارح طبعا عشان كان اول يوم طبعا وسقوط الامطار فكان في طبعا اثار بنزين وسولار موجوده، فمع الامطار بقت تؤدي طبعا السيارات بتنزلق وتحصل مصادمات ومصادمات جسيمه، يعني اغلبيه المصادمات ما بين اربع وخمس وست سيارات يعني. طبعا ان شاء الله يتم عمل الترتيبات اللازمه وتم التنسيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله سياده الملازم وربنا ان شاء الله معاكم، وبنشكرك شكرا جزيلا. الملازم اول اشرف عبد المطلب، مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور، وصباحك زي الورد.